السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا متابعي برنامج كورة على الهواء مباشرة، حلقة جديدة في جولة حاسمة جدا للحديث عن من سيكون بطل دوري نجوم العراق في هذا الموسم. لغاية الآن القوة الجوية انتهت المباراة بفوزه على أربيل بهدفين مقابل هدف، وما تزال مباراة الشرطة مع النجف متأخر الشرطة بهدفين مقابل هدف أمام النجف. أنتقل مباشرة للزميل أحمد العطواني لنقل ردود أفعال الجماهير بعد مباراة الجوية. نعم زميل علي، تحية لك ولمشاهدي برنامج كرة ولضيوفك الكرام. بالحقيقة أجواء عصيبة يعيشها الجمهور الفريقي القوة الجوية وأيضا الشرطة. إذا تلاحظ الآن جماهير الشرطة تشاهد مباراة الجوية تشاهد مباراة الشرطة مع النجف. لغاية الآن دقيقة 96 2-1 للنجف. حدثنا عن الفوز، فوز القوة الجوية اليوم فوز مهم. مبروك للقوة الجوية، مباراة جيدة جدا، والثلاث نقاط اهم شيء، ثلاث نقاط بعد ما ندور مستوى، ندور نقاط، كل لعبة نهائي، وان شاء الله القادم افضل، وننتظر تعثر الشرطة. واول مرة راح اطلب طلب اني من نادي الزوراء يسوون لنا خدمة القوة الجوية وما ننسى لهم اياها. كابتن حبيبي، اجواء عصيبة تعيشها. اي والله انا هسه على اعصابه يعني. ومبروك لنا ومبروك الجمهور الجوية كله زين، ومبروك للإدارة واللاعبين. احنا هسه ما ندور مستوى، ندور اهم شيء ثلاث نقاط، وان شاء الله ان شاء الله اليوم الشرطة يتعثر، وان شاء الله اللعبة الجاية يعني اعطيك اياها اني مثل ما وعدتكم سابقا، اعطيك اياها الشرطة والدهوك تعادل والدورة الجوية ان شاء الله. واليوم ان شاء الله الاتحاد اذا اعلن خسارة الشرطة امام زاخو جوية يصدر فرق نقطة عن الشرطة ان شاء الله. ان شاء الله مبروك. هاتي اجواء عصيبة ان شاء الله. ان شاء الله احنا 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 بدنا نحقق فوز على ارض الملعب، لكن مجاملات الحكام والاتحاد والبعض التاثيرات هي دا تخلي الشرطه دا يواصل بالصداره. بس احنا اكو نقول الله والجهد اللاعبين في هالمره، رغم اكو تعثرات عندنا بس رجعنا الحمد لله والشكر. بس ان شاء الله ننتظر تعثر الشرطه ونرجع للمنافسه، يعني اذا تعثر الشرطه راح يبقى فرق نقطتين ونرجع، لا يصح الا صحيح بعون الله الجويه الدوري لهم. حبيبي والله لا جاي صراحه جاي، رغم يعني الاربيل شويه ضغطه ولعبه يعني سجلوا على الهدف الاول كان يعني بصراحه الفوز صعب كان بالنسبه لنا، بس تعرف كل قلوبنا وبالنا مباراه الشرطه والنجف، وانا خايفين هسه يعني يقولون ذاك فرحانين بالفوز. والله احنا اليوم اذا تعادلوا الشرطه ما مرة يعني صعبه، يعني مو فوز طعم خساره ما حلوه. شكرا جزيلا. نعم زميلي علي، هذه عوده لك وللاستوديو وضيوفك الكرام. شكرا لك احمد العطواني، ارحب بضيوف كوره لحلقه هذا اليوم كل من الكابتن احمد خضير، حياكم الله كابتن ومرحبا بك، مشغول يتابع المباراه على البث المباشر. كابتن صفاء عدنان مدرب الكره، مرحبا بك كابتن، ما مشغول ما يباوع البث المباشر. لا ويا قاعد يباوع. حياكم الله. مثل ما وصفناها فعلا جوله مشحونه، يعني يمكن هي حراره الجو يمكن اثرت على حراره الدوري، بالعكس هي حلاوة الدوري عندما تكون التنافس حتى الأمتار الأخيرة حتى الجولات الأخيرة، فبالتالي هو يعطي حلاوة وإثارة أفضل بكثير. وأعتقد هذا الدوري أفضل من بقية المواسم من حيث أرضيات الملاعب، من حيث التنظيم، من حيث صعب ضغط المباريات، ما موجود الريكفري استشفاء الوقت، لكن هو دوري منظم. اعتقد عندما ينتهي في هذا الوقت ايضا تحسب لاول مره انه ينتهي في بوقت مناسب حتى تعطي فرصه لبقيه الانديه للاعداد الحقيقي للاستعانه باللاعبين والمدربين، لان دائما مسؤوليه موضوع التعاقد مع المدربين مع اللاعبين المحترفين صعب جدا، لان اغلبهم تنتهي عقود نتعاقد وياهم متاخر، فبالتالي تكون النوعية يعني ليس بالمستوى المطلوب، فبالتالي الفرق الجيدة تتعاقد مع اللاعبين المحترفين مبكرا واحنا دورينا ينتهي متأخرا. كل هاي الأمور وضعت يعني، لكن كانت اكو علامة سلبية الفترة السابقة، حضور الجماهير كان ضعيف جدا، لكن اليوم شفنا أفضل بكثير ما هو سابق يعني خصوصا هاي الجولة، فبالتالي إن شاء الله يكمل حتى نهاية بنفس الإثارة والتنظيم. الآن ضربة جزاء للشرطة في الوقت بدل الضائع، بعد ما مشوبة لو احتسبت رسميا بعد العودة إلى الفار. البث مالتكم تأخر، لا النت مالتكم ضعيف. زين، وبشكل عام الدوري بجولاته الأخيرة يحسم ونتابع مباراتين بنفس الوقت، أجواء جديدة. الشرطة عودنا بالسنوات الماضية يحسم اللقب قبل جولات،
الحقيقة يعني الدوري بالأمتار الأخيرة هنا قيمة الفرق الجيدة. يعني أنت اليوم من نشوف فريق الجوية لحد الآن منافس، كنا نتمنى دخول الزوراء أيضا رغم متخلف في المرحلة الأولى كثيرا عن الجوية والشرطة، لكن كنا نأمل أن يدخل معاهم في المنافسة حتى نشوف دوري جميل جدا. اليوم المنافسة بين فريقين، بين الشرطة والقوة الجوية، فريقين يملكون أفضل الخيارات الموجودين من اللاعبين في الدوري، فأعتقد هي هذا حلاوة الدوري. لكن مثل ما تفضلت، فريق الشرطة كان دائما يحسم الدوري بسبب عدم منافسة الفرق الآخرة. اليوم الجوية فريق كبير، فريق قدروا أن يصححون في المباراة الأخيرة وأن يفوزون وأن يكونون قريبين جدا من فريق الشرطة. وبالتالي كابتن أحمد، هذا الموسم ما الذي اختلف عن المواسم الماضية؟ يعني أنا ممكن منافسة حتى الجولات الاثنين الأخيرة راح تكون يعني جولة الجولتين الأخيرة راح يشتد الصراع، فارق إذا بقى فارق النقطتين أو ثلاث نقاط أيضا شيء صعب. لكن إذا نتذكر الموسم الماضي أيضا كان فارق أربع نقاط انتهى الدوري، أيضا كانت هناك حتى الممتار الأخيرة بالعكس نفس السيناريو الجوي، أيضا كان متقدم الموسم الماضي بالنقاط فارق عن الشرطة بخمسة أو ستة، وأيضا هذا الموسم نفس الشيء انقلبت. خلي أقاطعك وانتقل مرة أخرى لزميل أحمد العطواني مع الكابتن صفوان عبد الغني. خلال مباراة اليوم حتى وإن كان نتيجة التعادل تبقى طموحاتنا مشروعة في المنافسة على لقب الدوري حين انتهاء الدوري، وهذا بالدرجة الأساس ما نطمح إليه. اليوم احنا حققنا المبتغى من عندنا وحصدنا نقاط مباراة أربيل، اليوم فريق أربيل كان منافس محترم، أيضا أدينا مباراة طيبة جدا. شكر وتقدير لكل الجهود اللي بذلت، وإذا تتكلم عن اللاعبين أيضا شكرا للجمهور اللي حضر واللي ساند الفريق، واحنا اللي ادي علينا لحد ما ينتهي الدوري. كل مباراه نخوضها احنا ماضين في تحقيق ثلاث نقاط كل مباراه ان شاء الله. كابتن، تشعر انه بعض اللاعبين بدا يقدمون مستوى بسبب انتهاء الدوري او ربما خوفا من الاصابه؟ يعني هذا بالدرجه الاساس، يعني نوعا ما هو مو تخوف من الاصابه قدر ما الارهاق والاجواء الحاره هي بالدرجه الاساس اثرت على بعض اللاعبين، وايضا هم يقدمون اوراقهم بشكل جيد، يعني يقدمون مستويات جيده مشكوره جهودهم. انا اشوف كل اللاعبين يقدمون ما عليهم، والحمد لله والشكر توفقنا بشكل كبير من خلال هذه الاربع مباريات بحصدنا نقاط هذه المباريات. اذا ما تلكأ الشرطه في مباراه اليوم وبالذات اذا ما خسر، اعتقد راح تكون نسبه كبيره في حظوظ القوه الجويه في تتويجها بلقب الدوري ان شاء الله. يعني نتكلم عن فريق دهوك، تتكلم انت حضرتك دهوك والزوراء اكيد هذا الجانب اذا عولنا عليه بكل تاكيد راح يحسم الامر بدون حتى ما يعني ننظر لنتائج مباراه دهوك والزوراء. بس بالدرجه الاساس اليوم تعطيل فريق الشرطه من قبل فريق النجف مكسب كبير بالنسبه للمنافسه، وايضا ان يذهب الدوري لفريق القوه الجويه ان شاء الله. ممنون. نعم زميلي علي، هذه عوده اليك. زميل احمد العطواني. كابتن احمد، الان سجاد جاسم ينفذ ركله الجزاء للشرطه، نفسيا من يحدد تنفيذ ركله الجزاء بالمباراه؟ يعني اكيد هو الخيار الاول للمدرب في تحديد الافضل لمن ينفذ ركله الجزاء، لكن بالتالي هناك ايضا عوامل ثانيه ممكن تأخر لعب اللاعب المنفذ، فبالتالي ممكن تروح للأفضل نفسيا، اللاعب الأفضل بدنيا المهيئ. سجاد أعتقد دخل هسه يعني في كامل وضع البدني جيد في كامل التركيز، لأن هو أيضا نفسه اللي صنع ضربة الجزاء، فبالتالي ممكن يكون هو تعرف انت مواصل سجلها عبد. الان سجاد بدون ما نشوفه نقول سجل، فبالتالي الشرطه يسجل هدف التعادل على النجف، زادت الاثاره ثلاث نقاط. الثلاث نقاط مو فارق تماما نهائيا في كره القدم، خصوصا انت دهوك يعتبر من افضل الفرق، فريق صعب جدا لان دائما يلعب بالتنظيم الدفاعي. فبالتالي رغم انه اليوم اربع اهداف دخلت المرمى من الميناء، لكن هو ايضا فريق صعب، وايضا مباراته مع الزوراء ايضا صعبه. الشرطه الجويه قد تكون مباراته اسهل، يعني عنده مع نفط الوسط وعنده مع القاسم هناك، يعني نفط الوسط في بغداد ممكن حتى يغلى من الاهداف، لان راح يصير ممكن اذا تعادلت الكفة تروح على فارق الاهداف وراها المواجهات المباشره، فبالتالي فرص الجويه بالست نقاط قد تكون موجوده، لكن فرص الشرطه بالست نقاط قد تكون متذبذبه، يعني زوراء في ملعب الشعب ودهوك في ملعب الشعب، فالفارق ثلاث نقاط، فبالتالي الشرطه اذا اخذ اربع نقاط من الست نقاط فوز زائد تعادل خلاص هو ضمن الموضوع. بعد تعادل الشرطه الان الحظوظ استمرت لنادي الشرطه كابتن صفا، بعد ان كان
قاب أو قوسين أن يخسر اللقب. خلينا نقول مثل ما ذكر زميلي الكابتن أحمد، يعني اليوم ثلاث نقاط هي مو كافية اللي أنت تضمن فريق الشرطة هو لقب الدوري، عنده مباراتين صعبة مع فريق الزوراء مع فريق الهوك. فريق القوة الجوية أيضا يعني أنا من وجهة نظري ممكن يفقد نقاط من هذه المباراتين خاصة مع فريق القاسم. صعب. فريق القوة الجوية يعني يحسب للكادر الكابتن رزاق في المباراة الأخيرة هو التنظيم الدفاعي، قدر الفريق أن يحافظ على شباكه في أكثر من مباراة، قليلا الأهداف دخلت عليه عكس ما كان في السابق، فهذا يحسب إليه وهو اللي خلاه يتقرب من فريق الشرطة. لكن أنا أقول ثلاث نقاط غير كافية لفريق الشرطة، يجب أن يعني يكونون تركيز عالي، لأن أنت يعني كل جهد الكادر التدريبي الإداري اللاعبين راح تكون في هذه المباراتين اللي هي اللي توج الفريق باللقب. إذن تنتهي المباراة بهدفين لكل فريق بين الشرطة والنجف. كابتن أحمد، نتيجة متوقعة بعد خسارة الشرطة 2-0 بالشوط الأول؟ يعني صراحة فريق النجف تغير كليا مع السيد عبد الغني شهد، يعني استقطابات محمد داود، أيضا استقطابات محمد قاسم، بعض اللاعبين، توظيف بعض اللاعبين، إضافة اللاعب أيضا التونسي البشير، دومانيك المستوري، حمزة علاء، يعني كل المنظومة عملت بشكل جيد، تنظيم دفاعي عالي، وبالتالي هو اليوم المركز الرابع، يعني هسه شل نقطتي من عنده أو الخامس نزل أعتقد. اعتقد نزل للخامس لانه 66 شال نقطتين نزل، فرجع المره. طبعا بدايه الدوري كان فريق النجف فريق متعب، فريق ما به طموحات المنافسه، مشاكل كثيره، لكن اهل مكه ادرى بشعابها دائما، ما غني شهد هو عراب. ما الذي حصل اليوم؟ لماذا تقدم النجف في الشوط الاول 2-0 تعادل الشوط؟ التراجع الكبير اللي تراجع به الفريق النجف خصوصا الشوط الثاني، راد يحافظ على النتيجه، فبالتالي لعب بتنظيم وتكتل دفاعي في المناطق الخلفيه. وانا ايضا استغرب، يعني انت مثلا مرات محتاج مهاجم، فبالتالي انت حتى لو كاسمن طلع انت بالعكس كنت مهاجمين اثنين تلعب وخسر من فازوا النجف اثنين، طلع ايضا مهاجم واحد بدا يلعب ضغط بالمواد وبعدين اشرك على عبد الزار، فبالتالي رغم الفوز يعني مرات احنا نتكلم والله بدلنا ما ننتقص من فريق الشرطه يستحق دوري، الجويه يستحق دوري عطفا على ما قدمه، لكن الادوار الاخيره الشرطه الاربع مباريات لم يكن مقنع صراحه بالاداء، فبالتالي دائما نشوف النتيجه متعرج. اذا تذكرت مع نفط ميسان، الشرطه لديه مقومات، لديه لاعبين جيدين، لديه مدرب محترم جدا، اداره قويه، جمهور قوي، لكن الادوار الاخيره لم يكن مقنع بشكل كامل، فبالتالي حلاوة الدوري أن تستمر. الشرط الجوية أضاع، خلي أنتقل مرة أخرى تسع نقاط واضحة يعني. مع اللاعب شهاب رزاق اللي يحاول يجنب الهبوط، اللي يعزز مركزه، احنا دائما كنا نلاحق الشرطة لآخر رمق، وإن شاء الله قدرنا نديل إلى ثلاث نقاط، وإن شاء الله لديهنا مباراتين سهلة، هو لديه مباراة أصعب، إن شاء الله الفريق قادر على أنه يخطف اللقب بنادي الشرطة. مباراة الشرطة حسب حديثك أنه أصعب من هذا، يعطيكم انه امل كم يعني نسبه تتوقع انه الجوي يكون بطل؟ الامل لا زال موجود وابد ما نيأس لحد اخر رمق، مثل ما تعرف يمكن 50-50 هسه حاليا الدوري، احنا بالنسبه لنا نقاتل لاخر رمق لاخر النهايه، ان شاء الله الفريق قادر، وان شاء الله نامل انه تعثر الشرطه في المباراه الجايه، عندنا مباراه صعبه مع نادي دهوك مع نادي الزوراء، مثل ما تعرف نادي الزوراء هم فريق كبير، لازم يعني نامل انه هاي المباراه نتعثر بها، ان شاء الله فريقنا قادر. الأحمد العطواني، كابتن صفاء، الحالة النفسية تلعب دور الآن في مباريات القوة الجوية في مباراة الشرطة، ولاحظت عدم التركيز من لاعبي الشرطة في بداية المباراة وكأنهم مضغوطين نفسيا من صراع القوة الجوية. أخي علي، شوف شنا نتكلم احنا قبل كابتن احمد تطرق الى يعني امر مهم جدا في كره القدم. اليوم انت فريق الشرطه عندك فارق خمس نقاط، ما ممكن تيجي تدخل بهذه الرخاوه، الدفاع الهجومي الغير منظم، ان تفقد يسجل في مرماك هدفين، هذا اكيد يعني هو اللي خلى فريق الشرطه في مأزق في هذه المباراه،
وفي الدوري الى نهايه الدوري راح هذه النقطتين اللي فقدها يعني تخليه قلق فريق الشرطه. اعتقد فريق الشرطه ما كان موفق اليوم في بدايه المباراه. اللي يجب هو يكون يعني اكثر حكمه في هذه الاوقات في بدايه المباراه، لان انت تعرف اليوم ان الفريق يسجل عليه في بدايه المباراه تصعب المباراه جدا عليه، مثل ما شفنا احنا يعني لولا ضربه الجزاء لا اليوم فقد المباراه، خسر الشرطه. فاكيد فانا اقول يعني احمل الكابتن مؤمن سليمان على هذا الاندفاع في بداية المباراة وتسجيل هدفين في مرمى. تبريرك لعدم ظهور الشرطة بمستواه مثل ما ذكر كابتن أحمد في الجولات الأخيرة رغم تحقيق الفوز أو النتائج الجيدة؟ شوف أنا حتى فريق القوة الجوية يعني أيضا مو مقنع كثيرا يعني مستوى مو مقنع. شوف أنت الدوري دائما يكون يعني في المرهق في الأمتار الأخيرة. فريق الشرطة الآن أنت ما ممكن تفوز إذا ما تأدي، والدليل أنت مباراة اليوم أنت من ما أديت فقدت نقاط. حتى فريق القوة الجوية ممكن كان يسجل عليه هدف. اليوم تفكر بالإداء، الكادر لازم يفكر بالإداء حتى يطلع بنتيجة إيجابية. ما ممكن أنت تشوف فريقين يعني مثل القوة الشرطة وفريق القوة الجوية وهذه المنافسة في نهاية الدوري وتشوف هذا الخلل في يعني مدى يقدمون أداء يرتقي بأسماء اللاعبين أو الكادر التدريبي. الهدف اللي سجل النجف بمرمى الشرطة أو الهدفين من يتحملهم اليوم؟ أنا أكيد خط الدفاع والحارس واضحة وضوح الشمس. يعني احمد باسل يعني المواسم السابقه كان هو من افضل اثنين او ثلاث حراس بالعراق صراحه، حتى المرحله الاولى كان جيد، لكن بدينا نشوف اكو اخطاء يمكن مو فقط هو يتحملها لانه هو ايضا كان مجتهد. خط الدفاع بصراحه اي كره عرضيه خطره، اي كره عمق خطره، فبالتالي اليوم التكرار عامر لديه مواصفات ممتازه، مناف لاعب منتخب وطني، فيصل بخبرته العاليه يمكن الاكثر استقرارا بين المدافعين، لكن بعض الاحيان اندفاع لا مبرر، عدم تنظيم، ماكو توازن، التحولات يعني تصير بطيئه. اليوم الشرطه شلون؟ خلي انتقل لزميل احمد العطواني مع الحارس احمد باس. مباراه وسلامه اللاعبين يعني مباراه صعبه. نادي النجف نادي كبير، جماهيره باسماء بالكادر التدريبي مالته بعراقته، لكن الحمد لله والشكر صح تاخرنا بهدفين بالشوط الاول، لكن شخصيه البطل اللي يريد ياخذ دوري لازم تكون متواجده عند اللاعبين. الحمد لله الشوط الثاني يمكن قدرنا انه نعوض، ما بدينا بالشوط الاول ما كان ذاك المستوى. الحمد لله والشكر على نتيجه المباراه، امام مباراتين نهائي ان شاء الله نحاول نقدم بها افضل ما عندنا ان شاء الله من اجل اسعاد اي الجماهير الوفيه اللي حاضره وايضا ادارتنا وكل اللاعبين ان شاء الله. شكرا جزيلا. مستمرين ياكم في هذه التغطيه المباشره، يعني هي واقعا كانت العشر دقائق الاخيره هي التي غيرت مجرى المباراه في هذه المباراه. اليوم النجف يعني مثل ما شكرا للزميل سجاد الخاقاني، بانتظارك لاجراء المزيد من اللقاءات من ارض الملعب. تفضل كابتن بس وياك. لا صراحه اخطاء دفاعيه واضحه يمكن ارهقت حتى الجنب الهجومي، مرات الجنب الهجومي يسجل وتعطي هدف يصير احباط بالمنظومه كلها. فبالتالي كابتن انا مشتغل مع كابتن مؤمن، كابتن مؤمن من المدربين الناجحين. بس قبل لا تحكي لي على كابتن خلي انتقل لسيف تحسين الياس. مباراه بهذا الاسلوب، فريق النجف فريق قوي على ارضه، نعم احنا نعيب ارضيه الملعب اللي شفناها يعني ترقيعيه، لكن النجف هو محافظه ومن حقه انه يلعب على 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 ملعبه، وهذا الموضوع ما اعتقد نادي النجف يتحمله الاخوه الموجود مدير الملعب هو اللي يتحمل هاي المساله الارضيه، لان هو اعتقد انه يمتد الضوء الاخضر. فريق النجف فريق كبير، لكن للاسف اليوم تفاجئنا ببعض ردود الافعال لدى الاخوه في يعني في جماهير نادي النجف، ربما هي يعني ردود افعال عكسيه وما تمثل جمهور النجف. اكيد جمهور النجف جمهور كبير عريق، طيله ال 90 دقيقه سب وشتم باحمد باسل بسماعات مكبرات الصوت. انا ما اريد بس يعني المشكله اللي عندي هاي المكبرات الصوت في بغداد ما ممنوع،
في يعني في ملعب النجف مسموح، يعني احنا ما اعرف فدراليه ما اعرف شنو يعني هنا تصير هنا ما تصير. هل كانت هذه النتيجه بالنهايه هي مرضيه بالنسبه لكم؟ احنا الحمد لله رب العالمين، يعني متبقي لدينا مباراتين ونحتاج 3 نقاط، مباراة مع توك في ملعب الشعب ومع الزهراء في ملعب الشعب. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وان شاء الله نحسم النقاط. هناك الموفقين للجميع. حياك استاذ مرمي. يعني مثل ما تشاهدون حاليا انتهت المباراة، اغلقت الابواب صراحة، حتى الانارة داخل ساحة الملعب اطفئت الانوار الا في هذه الاماكن، ولكن الى حد هذه اللحظة أنا معي رئيس نادي النجف الأشرف. السلام عليكم. ماذا أشكر لكم في نهاية هذه المباراة، ولكن رأيك بهذه النتيجة وتغير مجريات المباراة في الدقائق الأخيرة؟ بداية شكرا، حياكم الله. هو طعم كرة القدم أن يكون هناك تنافس، لكن بالوضع العام هذه الجماهير أكثر من 26,000 متفرج، حرام أن تظلم أكثر من قرار من نفس الحكم، نفس السوابق كان عنده مع النجف مع الجوية قوة جوية، نفس الاخ احمد كاظم ايضا اليوم مع نادي الشرطه في نفس القضيه في الدقائق الاخيره، يمنح الدقائق الاخيره يمنح ركله جزاء غير صحيحه على الاطلاق. واليوم المباراه منقوله وامام كل الاخوه المختصين في الجانب التحكيمي، خلي يشوفون موضوع ما يفعله احمد كاظم في الدوري العراقي وخصوصا مع نادي النجف بالذات. وانا سبق وان اكدت في اكثر من لقاء تلفزيوني ان الاخ كابتن احمد كاظم من غير المنطقي ان يحكم في هكذا اجواء مباريات، هذا من الظلم. يعني سبق وان اعطى 3 نقاط للقوه الجويه في مباراتنا في المرحله الاولى، واليوم يمنح نقطه لنادي الشرطه. مبارك لنت الحكام، مبارك كابتن احمد كاظم، شكرا جزيلا جزيلا ثامر، عاش يديكم ما قصر. فكانت غير مرضيه بالنسبه لي. لا مو غير مرضيه، هذا الجمهور ولا اليوم بعد ماكو مباراه منقوله امام الراي العام، كل الفضائيات شافها وكل الساده الحكام مقيمين الحكام تعرف هاي الحاله. ومن ثم انا اعطيك اياها لقدام، كما قيل سابقا في مباراتنا مع القوة الجوية أن الحكم أحمد كاظم أخطأ في منح الجزاء مع الجوية، سيقولون أن الحكم أحمد كاظم وزيد ثامر أخطأ في منح ركلة الجزاء لنادي الشرطة، ومتعودين كما هو الحال ونزيف النقاط يتواصل مع النجم بالذات. شكرا جزيلا لك. يعني شكرا للزميل سجاد الخاقاني، كنت معي من أرض الملعب في النجف، الكلام واضح، عصبية لرئيس النادي واتهام للحكام بظلم نادي النجف. هي مباريات حساسة خصوصا عندما تكون الحالة في الدقائق الأخيرة، يعني فريق فايز يحس أنه مظلوم، لكن بالتالي هو حكم، هو صاحب القرار، فبالتالي صاحب القرار هو، هناك تنقيط في لجنة الحكام وهناك عقوبات في لجنة في الحكم. أنا ما أعتقد أكو شيء تعمد في كرة القدم، لأن بالتالي هو نقاط تخصم من 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 الحكم بالتنقيط بال 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 بالأداء بالنتيجة، فماكو حكم يتعمد. لكن احنا دائما صراحة نضغط الحكام، مدربين لاعبين جماهير، ليش من يجي حكم صراحة عربي خصوصا صارت اكثر مرة اشوف الكل ساكتة ما حد يتكلم، فبالتالي دعوا الحكام هم جزء من المنظومة وجزء من عدالة الدورة، فبالتالي الضغوطات عليهم اتمنى لا تكون واسع، لان انت يعني يجيك حكم من برا وانت ساكت، ليش تتعامل مع هذا بجهه وهذا بجهه؟ فبالتالي تخفيف الضغوطات على الحكام ممكن يصير بالدوري الى بر الامان، والامتار الاخيره صعبه راح تكون جدا وممكن تحدث مشاكل اصلا. جماهير القوه الجويه مثل ما شاهدتها في اللقاء تطلب خدمه من الزوراء يقدمها للقوه الجويه بالفوز على الشرطه حتى الجويه مثلا يحصل لقب الدوري. اليوم الكرة بملعب الزوراء. طبعا اكيد، شوف فريق الزوراء اعتقد يعني اثرت عليه شغلة الانتقال المرحلة الأولى وخاصة هسه لاعب يعني خسارتهم أول خسارة هم لهم في المرحلة الثانية مع الكابتن عصام حمد اللي حقيقة قدم فريق يعني بنفس الأدوات، لكن قدم فريق جيد قدر أن يكون بطل للمرحلة الثانية لحد الآن، يمكن هم فريق الزوراء 41 نقطة. يعني أنا أقول أثر عليهم شغلة الإدارة، واليوم تخلف عليهم 3 لاعبين يعني حسن الحويبين بالإضافة إلى ميثم جبار واللاعب محمد علي عبود. تعرف أنت 3 لاعبين من اللاعبين ركائز الفريق ما تتواجد في مباراة مع فريق نوروز المجتهد في السليمانية، وانت عندك مشاكل إدارية يعني اثرت على الفريق.
فاكيد يعني هم راح انا اشوف يعني من وجهه نظري حتى في المباراه القادمه راح تاثر على فريق الزوراء. في ظل غياب يمكن مستوى نجوم الزوراء، هل ظهر قوقيه اليوم في مباراه نوروز بمستواه المعهود؟ لا ما كانوا يعني بمستوى المعهود، كل الفريق يعني اعتقد ما كان بمستوى المعهود. شنو السبب؟ هل الاحداث الاخيره بالزوراء تؤثر على نفسيه اللاعب؟ لو المفروض اللاعب محترف يركز على ارض الملعب فقط. شوف شغله الاحتراف احنا يعني حقيقه يعني نسمع بها وهذا، لكن احنا الفرق العراقيه دائما يعني عاطفيين من يشوفون مشاكل يعني تجرهم على غير امور. اعتقد انا يعني من وجهه نظري اشوف انا اليوم اثر على فريق الزوراء المشاكل الاداريه. اريد اعرف السيناريو القادم بالجولتين القادمه قبل ان نناقش فنيا مستوى الجويه اليوم ومستوى الزوراء ومستوى الشرطه وبقيه النتائج. ممكن تعطيني شنو السيناريو؟ فاز الجوية في مباراتين، تعثر الشرطة أو تعثر الجوية، يعني شنو اللي راح يصير؟ يعني بالحساب خلنا نفرض كل الفرضيات ونطلع بمحصلة من بطل الدوري. جوية عنده نفط الوسط وعنده القاسم ايه؟ بالكوت أعتقد ايه؟ بالكوت ايه؟ القاسم بالكوت فرضيا أخذ 6 نقاط. تمام. الشرطة عنده مباراتين إدهوك والزارة فرضيا نقول أخذ 3 نقاط، أخذ من إدهوك 3 نقاط، خسر من الزوراء مثلا. تمام. اذا خسر صارت نفس النقاط مع الجوية، مع الجوية راح يرجع فارق الاهداف. انت الجوية مباراته سهله مع نفط الوسط زي. قد يكون ياخذ رصيد من الاهداف، فبالتالي راح يكون الجوية 84 والشرطه 84 زي. بالتمام يعني 6 نقاط تضيفها لل 78 84 و81 الشرطه تضيف لها 3 نقاط ترجعون على فارق الاهداف، فارق الاهداف حاليا الى الشرطه. بعد فارق الاهداف يرجع للمواجهات المباشره. زين. 2 كل في ملعب الكوت مع الشرطه، هذا ملعب القوة الجوية. 1 كل ملعب الشرطه، هاي المواجهه تروح للشرطه. ملعب الكوت 2 كل كانت ملعب الجوية. بعد التعادل بالنقاط، بعد تعادل الاهداف رجعوا المواجهات المباشره. 2 كل في الكوت وملعب الجويه وبغداد تعادل، فبالتالي الافضليه واحد في كل المواجهات للشرطه. المواجهات تكون للشرطه. فماذا مطلوب من القوه الجويه؟ الفوز باكثر باكثر عدد من الاهداف امام نفط الوسط والقاسم. الجويه قد الفارق بالاهداف كابتن؟ الفارق بالاهداف يعني هسه الشرطه 37، الجويه 35. الشرطة ايه عنده 71 هدف زين عليه 36 بلاس 35 انضاف لهدف يعني زائد 36 صار 73 72 73 يعني 36 يعني زائد 35 الجوية 64 يعني كيف فارق كبير للقوة الجوية للشرطة تقريبا 10 أهداف 11 هدف فارق زين لو تليفوني لو خلل لو تليفوني لا ال 37 الفارق و 35 كابتن لا اسمع مني ايه اسمع هاي الشرطة عدة زائد 37 زائد 37 زائد 35 يعني فارق هدفين فارق هدفين اي بس انت يجي دائما حتى الاهداف الاكثر اي اي واضح 73 ب 64 اي يعني فارق للشرطه إيه؟ 9 أهداف لا فارق هدفين لا هم ياخذون 73 ياخذ الاعلى فقط للتسجيل لو عليك ولا لا لا عليك ولعليك عليك ولا بس بالبدايه يختارون الافضل الاكثر لا هو ايش قد يبقى الفارق هسه فارق هدفين هسه بلاس 37 من يساوون زاد 35 للجويه ففارق هدفين في الاخذ والعطاء يعني من يساوون ايه مثل ما اذا ساووا مثلا بالاهداف اثنيناتهم يروحون هدفين يروحون من المسجل اكثر بالضبط هذا اللي اقول لك هذا اللي دائما انت لازم توسع هسه الجويه هسه بالتسجيل الاهداف الشرطه الشرطه فرق 9 أهداف بالتعويض من الاكثر التسجيل الاهداف فرق هدفين فرق هدفين هاي هم راح يمشون على 9 أهداف لو على الهدفين على الهدفين اول شيء على الهدفين على الهدفين حالة التعادل مو مستحيلة مو مستحيلة يعني هدفين عندك مباراتين مع نفط الوسط والقاسم مع احترامنا واذا انت تريد دوري المفروض تسجل اكثر عدد من الاهداف اذا الشرطة فاز على دهوك وتعادل مع الزوراء خلاص فارق انتهى فارق موضوع
زين. فهذه هي كل السيناريو. هاي كل السيناريو ترجع على النقاط وعلى المواجهات وعلى الفريق اللي راح تلعب امامه. تمام. بعد ان طرحنا هذا اللي ممكن راح يصير، منو الاقرب لي من وجهه نظرك للحصول على لقب الدوري؟ يعني ماكو شيء مستحيل صراحه. مباراه القوة الجويه نعم القاسم صعب، لكن الجويه في ظل وضع انه يريد ياخذ الدوري ما راح يفرط باي نقطه. فبالتالي ايضا هو ونفس الكلام للشرطه، هم يريد ياخذ الدوري ما راح يفرط باي نقطه. مباراه صعبه في ظل الاداء. شوف مرات الخساره او الاداء مرات يربك حسابات الفريق، مرات يصير العامل الديني. فبالتالي نعم مهمه الشرطه اسهل، أربع نقاط من ست نقاط مهمة الشرطة أسهل، لكن نوعية الفريق اللي يلعب قدامك أيضا الزوراء من جاي من خسارة نعم تضرر، بعدها لازم يرجع يؤدي يعني مرحلة تسويق لاعبين الدورة الأدوار الأخيرة. لا وهي مباراة الشرطة وزوراء يجب أن تكون بالقمة، مباراة بالقمة. أيضا لاعبين يقول لك أنا بدي أسوق أنا عقدي بدل ما أطلب 150 أطلب 200. كلها دائما الفرق تنظر للاعب في نهاية الدوري، اللاعب المستمر حتى نهاية الدوري بعطاء واحد. فبالتالي هي مباراة راح تصير إثارة هاي الجولتين الأخيرة. لكن أنا شو أقول، يجب هناك حزم، يجب من ناحية التحكيم اختيار طواقم تحكيمية، توقيت واحد، مباراة حساسة بشكل كبير. فبالتالي يجب أن تكون حسابات واحدة لكل الفرق. من الأقرب للحصول على لقب الدوري هذا الموسم؟ يعني شوف احنا مثل ما تكلم الكابتن أحمد، يعني الفريق الشرطة أكثر، يعني أنت اليوم ست أربع نقاط من ست هذا يستطيع الحصول عليها. لكن أنا أشوف الكادر التدريبي يجب أن يكون على قدر المسؤولية في هذه المبارتين. مثل ما تعرف اليوم كان عنده يعني من تلعب أنت مع فريق دهوك وفريق الزوراء، ممكن يكونون فريق دهوك فريق الزوراء يسيرون المباراة مثل ما هم يريدون. لأن مثل ما تعرف أنت اليوم فريق الشرطة يريد يفوز، يريد يحصل على نقاط، ممكن فريق الزوراء أو فريق دهوك يلعب في دفاع منطقة، يسوي فراغات كثيرة، كرة مرتدة يسجل من عنده. فأعتقد الكادر التدريبي يجب أن يكون يعني يتأنى أكثر، يعني ممكن في آخر 15 دقيقة يحسم المباراة. فأنا أقول الكادر التدريبي لفريق الشرطة توازن أن يكون لديه في هذه المبارتين حتى يقدر أن يحسم الدوري. ومثل ما قلنا أربع نقاط من مبارتين مع فريق الشرطة اللي صدر الدوري لفترة طويلة، أنا أشوفه قادر على الحصول عليها. من وجهة نظرك الشرطة الأقرب؟ الشرطة الأقرب. خلي أسألك سؤال شرطاوي بحت، حضرتك عملت مع الشرطة قبل سنوات. نعم. ما الذي اختلف بنادي الشرطة من حيث الإدارة، اللاعبين، النضج بالتعامل مع الدوري بين فترتكم وهذه الفترة اللي تشهد أفضل مستويات الشرطة، بطل دوري لمرتين على التوالي وقريب من حصوله على اللقب الثالث؟ أحسنت أستاذ علي. شوف قيمة الإدارة تبين مع فريق كرة القدم. شوف فريق الشرطة من احنا عملنا معاهم مو مثل الآن مع الفريق، يعني أنا أشوف دائما أثني على دور السيد علي الشحماني. بيضة القبان. يعني مثل ما تفضل أخوي، بيضة القبان لفريق الشرطة، دائما مسيطر على الفريق. شوف اليوم يعني الفريق خسران 2-0، ما شفت اللاعبين طلعوا من طورهم يعني مشكلة أو فهذا يحسب يعني لمشرف الفريق. وأنا أعرف يعني في الموسم السابق كان له دور كبير في حصول فريق الشرطة على لقب الدوري. أعتقد إدارة الشرطة الآن واحدة من أفضل الإدارات وقادرة على في كل موسم أن ينافسون أكثر سيطرة على الفريق على الفريق. فهذا فشيء إيجابي يعني. وده شوف فريق الشرطة موسمين خطف اللقب، والآن هو قريب جدا على خطف اللقب الثالث. زين خلي أسألك سؤال جوي بحت مثل ما سألت سؤال شرطاوي بحت. القوة الجوية بالموسمين الماضيين اللي الشرطة توج بهم بطل كان فريقا مميزا والأقرب من حيث العناصر، قريب من حصول على لقب الدوري، لكن هناك حلقة مفقودة هي من تفقد هذه القوة. أنت عملت قريب وغطيت على كثير من المشاكل، احنا العام ماخذين دوري ما تتغطى، أخذنا كاس بقى الدوري أي. لكن دائما المشاكل تصير بالأمتار الأخيرة، الكل يحاول يتدخل. الحق أنا أكره مؤمن سليمان أعمل على أسقاطه، أنا أكره قحطان كثير أعمل على أسقاطه،
انا احب احمد خضير اعمل على نجاح، اكره كابتن صفاء اعمل على اسقاطه، فبالتالي اليوم الاداره، اليوم النادي قوه القرار بقوه الاداره، فبالتالي قوه الاداره موجوده بالشرطه تفرض على اي لاعب على اي مدرب على اي مشجع يرضخ القرارات، انتهى الموضوع. اذا اللي خسر القوه الجويه تدخلات الاداره، التدخلات الموجوده في ضعف القرار الموجود بضعف ضعف بعض الاشخاص بالادارات. من يتدخل كابتن؟ يتدخل سبحان الله. انا بالنسبه لي والعياذ بالله اعوذ بالله وكنا ما كنا نسمح للتدخل، رغم يحاولون اذا ما تدخلات يجونك من كل صوب، لكن الحمد لله حافظنا على وحده الفريق في ظل لاكو اداره ولاكو مال ولاكو مشاء ولاكو مشاكل. حتى بعض الاحيان زعلتوا علينا مو الاعلام وبكتها كنا مانعين الفريق 5 أشهر ما يطبون الاعلام علينا، نحافظ على وحده الكيان، اخذنا كاس من لا شيء، فزنا على الشرطه، فزنا على الزوراء، فزنا على ابيض، لكن هناك هاي التدخلات الواضحه وبعض الجماهير، انا اقول جمهور الجويه محب، الاغلب محب، لكن البعض اتركوا حب النفس وحب الذات وحب فلان وحب فلان، الجويه فوق فلان وفوق فلان فوق اي واحد، فوق الاداره، فوق احمد خضير، فوق المدربين، فوق اللاعبين، والجمهور هو الباقي والكل متغيره، فبالتالي اي واحد يبعد عن مصالحه الشخصيه يجب ان يعني انتم تجتثوا من يمكم وتبعدوا، فهذا حتى الاداره اذا ما ارادت تريد تنجح يجب ان تكون هي صاحبه القرار الاول والاخير وتبعد اي شخص عن التدخلات، لان التدخل اليوم معناته ضعف بالقرار، والضعف بالقرار يعني ضعف بالاداره. زين، فنيا من افقد القوه الجويه اللقب هذا الموسم؟ اغلب الفنيين يقول المشكله فنيه كانت بالقوه الجويه. فعلا. شوف في بدايه الدوري يعني اكو خلل في خط الدفاع فريق القوه الجويه. يعني خطا واضح. استقطابات مو على مستوى فريق القوة الجوية، إذا تلاحظ أنت الآن بيناتهم وبين الشرطة يعني شنو استقطابات مو على مستوى القوة الجوية؟ أحسن فريق بالعراق من حيث خط الدفاع، محليين أفضل فريق بالعراق، محترفين 9 ماكو في خط الدفاع طبعاً يعني أنت مشكلة الجوية محترفين هذا الموسم، وينكم محترفين؟ لا حتى غيث اللي كان جيد يعني أنهوه، ما تقول لي وين اعطيني محترف الجويه هالسنه؟ ماكو 5 المرحلة ولا 5 هاي تحملها الكادر التدريبي ولا الاداره؟ الكل اللجنه الفنيه والكادر والاداره الكل تتحملها، الكل تتحملها. استاذ علي شوف انت اليوم فريق القوه الجويه بهذا خط الدفاع، يعني انا اقول الفرق يعني لو الزوراء بادي مثل هاي البدايه كان فارق الكثير عن نقاط على الفريق كابتن كان فارق 22 نقطة جوية عن الزوراء. اي فعلا اليوم ما عدا اليوم صار 6 فمثل ما قلت لك يعني الخط دفاع فريق القوة الجوية مو مال فريق ينافس على اللقب ويحصل على لقب الدوري، لكن انت ضعف بعض الفرق خاصة فريق الزوراء في المرحلة الأولى اللي خلى فريق القوة الجوية الآن، فريق القوة الجوية دائما ما يكون لديه خط دفاع على مستوى عالي، اليوم الفرق روح الفريق في خط الدفاع. لا مو هسه انا خط الدفاع بس اخر 5 أدوار الامانه اكو سعد ناطق لاعب منتخب وطني. نعم مشعان مرشح من قبل المحللين للعب رسلان افضل لاعبين، رسلان لاعب مستقر، حسن رائد لاعب منتخب وطني، غيث معروفي محترف، مصطفى سعد لاعب منتخب، استاذ خط الدفاع كل لاعبين منتخب، استاذ علي راح يجاوبك، راح يجاوبك شجاوب. الكلام لا كلام الجمهور وكلام المواقع التواصل شيء، واقع الحال شيء. يعني شنو؟ احنا كفنيين يعني هسه انا كفني في اول الدوري قلت اذا يبقى هذا خط الدفاع فريق القوة الجوية ما راح ينافس على الدوري. اخطاء ساجدة يعني صارت عليهم اهداف والله ما تصير على اي فريق. من كانوا من المحترفين يلعبون كابتن؟ حتى اعتقد هسه لا اكو استقرار مع سعد، مع رسلان، مع حسن، شوي هسه صار تنظيم بال وانت تشوف، انت تشوف بس سعد ناطق بالمنتخب، يا لاعب استدعى منتخب ولعب وكان هذا، ما عليك باللي يطالبون، اللي يطالبون شنو يطالبون؟ حسن رائد لعب منتخب اكثر من مباراه هاي السنه، مصطفى سعد ولعب منتخب اولمبو وطني هاي السنه، استاذ كابتن استاذ علي يلعب لعبه لعبتين واحد، ولاعب يلعب منتخب وطني اكثر من مباراه واحد، اليوم انت تعرف انت التواصل الاجتماعي من يمجد بلاعب يسوي كانما هو هو كابتن شو يقول لك؟ الافراد موجودين بس مثلا عمليه كانوا ما عليك بالاسماء، يعني انت اليوم مثلا ما اريد اذكر اسماء، انت اليوم اكو لاعب احد اللاعبين اللي ذكرتهم انت
كل المواقع تكتب عليه. لكن اذا تجي اي مدرب دربه وهذا يقول لك لا عنده ضعف كبير يعني اللي ذكرتهم بدفاع الجوية في دفاع الجوية لكن ما نذكر انا اسماء خليني اراجعهم واعرف ما اعرف اللي مشتغلوا يعني قلب دفاع هو مهاجم قلب دفاع مدافع عرفته زين لا يعني ذكرتني بقضية تمجيد مواقع التواصل الاجتماعي للاعب وظلم لاعب صح وجهة نظر انا رجل مو فني بوشية يقدم كل شيء مع القوة الجوية والله العظيم المرحلة الثانية بوشية أفضل لاعب الدوري مو؟ والله دفاعياً وهجومياً وتكتيكياً والله شغلة مو برنامج مال مدرب مال فني والله قبل يومين أتكلم أنا ويا ناس أقول أنت ثقافة التحول والانتقال والتحولات من دفاع يخطر ويسجل ويدافع ويلعب أكثر من مركز أنا بواحدة كرة كابتن شفت حلب القناة العراقية أكو كرة قطعها قبل وسط الميدان قطعها هو لعبها باص انتقل من الجانب راح على العمق الهجومي لمنطقة الجزاء وقوّل على الكرخ شوف ويصنع ويسجل شوف سال علي شوف ليش اكو ناس تشتغل على هذا الامر انا شوف ما اريد اخفي عليك انا دائما يعني احكي بصراحة يعني دائما صريح حتى اكو مدربين نفس الشيء اكو مدرب مجتهد ويعمل وش اسمه اشوف اكو مدرب ما مدرب يعني ما مدرب وشوف الـ 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 التواصل الاجتماعي كله كتاب عليه مثل ما ذكرت انت اليوم بوشيه واحد من افضل اللاعبين ورغم هو ما اخذ فرصه كامله مع فريق القوه الجويه هذا الموسم لكن لاعب شجاع لديه الامكانيه ان يلعب في عده مراكز وايضا حتى ما نبخس حقه ايمن كان رقم صعب بالقوه الجويه فعلا ايمن حتى من يسجل يزعج يعني تشوف نصف اهداف القوه الجويه ايمن احسنت موجود بالمنطقه الهجوميه اكو الانتقال قليل مع بعض الاحيان من لاعبين الثلث الوسطي شوف هو يسوي لك اهداف من لا شيء يسوي لك ثغرات من لا شيء الامانه كان احسنت ما حد يختلف على ايمن هو لاعب اليوم لاعب يعني هاي الفتره يعني وقع الى الخور شنو رايك؟ يعني انا اعرف بالعقد قبل شهر تقريبا والله ايوه ودخلوا ايضا نادي الحزم السعودي فبالتالي اتمنى له التوفيق كنت اتمنى له تجربه الحزم لان هو لاعب بالدوري القطري يعني ممكن ما يعيش اجواء نفس الاجواء بينما تروح المرحله اجواء ثانيه يصير عندك مرحله تحدي جديده فبالتالي ممكن تقدم العامل التحدي الجوك والشحنات اللي جواك تكون في دوري ما لاعب به لما تكون الدوري القطري انت لاعب بالدوري القطري ممكن يصير عندك ركود فني ممكن ركود ذهني فبالتالي اتمنى له التوفيق وخاصة انت تعرف اليوم من نزلنا اول سوشيال ميديا نزل توقيع ايمن مع الخور ايش قد الجمهور العراقي انتقد ايمن حسين نتيجه توقيع للدوري القطري؟ ليش ينتقدها؟ لانه انت قبل اسبوع جايك عقد من نادي وكل الناس تتمنى تحترف بالدوري السعودي قد يكون هو موقع مسبقا لان العقد مال الخور قبل شهر ويصير لاعب محترف يوقع قبل وقع يعني جاء عقد ورزق وقع وشنو يعني بعد جاء عرض ثاني ممكن الفوارق قليله واختار يعني انا اتمنى له التوفيق يعني ايمن ظلم بالتنمر والله سبحانه وتعالى عوضه بالمنتخب والبعقود الأمانة حتى يعني علي جاسم يعني اتمنى له يخرج هاي السنه للاحتراف وانا حكيت وياه وين يروح؟ يعني اتمنى له لان هذا جوهره يعني يحتاج يلعب باوروبا ينصح محمد صلاح بدا ببلجيكا او بال من تركيا بالضبط فبالتالي علي ممكن يتاقلم مع الخارج ويكون رقم صعب بالتالي هو مكسب للكره العراقيه نعم كابتن شوف انا اريد يعني اتطرق لايمن حسين مثل ما تكلم كابتن احمد عليه يعني وشدنا به. ايمن لي ذكرى معاه يعني شوف احنا من دربنا الشرطه صح 2015 انا جيت عليه جبته من نادي النفط بالقوه. استاذ ابو شوقي ما انطى استغناء، قلت لهم هذا اللاعب 10 سنين من 2015 10 سنين راح يلعب منتخب وطني وفعلا يعني اتمنى 2025 يكمل حتى يصير 10 سنوات هو لاعب منتخب وطني. حقيقه ايمن حسين من اللاعبين اللي ضغطوا عليه الجماهير بقسوه جدا يعني كانوا قاسين معاه. الله عوضه من لكن الله الحمد لله والشكر قدر ان يوقف على رجليه وان يكون هداف المنتخب العراقي في بطوله امم اسيا الاخيره وان شاء الله يكون هداف المنتخب العراقي في تصفيات كاس العالم. شلون شفت محمد قاسم اليوم مع النجم؟ شوف محمد لاعب موهوب بالفطره. بعض يشكل على انه ما يحب يقعد، نعم هاي خيارات المدرب ما لها حق. لا محمد
لكن محمد إلى طريقة تعامل، يمكن صارت عندنا مشكلة العام، لكن إلى طريقة تعامل بالتالي كان حاسم كثير بالمرحلة الثانية وخصوصا الأدوار الأخيرة. بدأ هذا الموسم أيضا يريد يلعب، كابتن أيوب أيضا عنده قناعات، فبالتالي اليوم أباوع القائمة مال قوة جوية في بداية الموسم 33 لاعب، من على المدرج من الاحتياط من البديل، هم ترهق هاي كثير من الأمور. فبالتالي محمد موهوب، يمكن التعامل معه ما كان وش قاعد يشوفه. محمد تطيح حريته بالثلث الهجومي، لا تقيده بواجبات خصوصا الدفاعية، لأن هذا ياخذ من جنبته الفنية، ياخذ من جهده المخزون. فبالتالي تطيح حريته بالثلث الهجومي وخلي لاعبين وراء تنظيمين يقدرون يدافعون، بالتالي يقدر يشوف يشوت كراته ثابتة، يشوت لاعب مهاري عنده قدرة على الحيازة، عنده قدرة على الأسيست باص. فبالتالي محمد تشوفه ماخذ حريته بالنجف، فبالتالي يلعب بدون شروط قيود وظهرت موهبته الحقيقة. هو أكثر من لاعب تميز مع النجف، محمد قاسم، محمد داود، أسماء محمد داود أعلنت عن نفسها بهذا. شوف يعني أنت فريق النجف مثل ما ذكر كابتن أحمد غني شهد، يعني قدر يقدم فريق، يعني ما إحنا ما نتكلم على أفراد، حتى كمجموعة منظومة قدر يسوي منظومة. جاب محمد داود مهاجم، محمد قاسم بالوسط مدافعين، هذا التونسي قدر يسوي توليفه، يعني لو من بدايه الدوري بادين بهذا الفريق ممكن كان حتى ينافس الفرق الشرطه والقوه الجويه. فتحسب يعني الكابتن غني شهد يعني هذه التوليفه وهذه النتائج، وفريق صعب حتى من يخسر ما يخسر بسهوله. فانا اقول فريق النجف دائما فريق جماهيري، يعني ودائما ما كان ينافس على لقب الدوري ويكون نت صعب لكل الفرق الجماهيريه. ميمي تواجد على المدرجات، لم يشارك نتيجه الاصابه، عاد من قطر بعد التاهيل، شلون تشوف هذه المعطيات؟ يعني شوف ميمي كان حاسب لكثير من المباراه مع الشرطه، ميمي تواجد بالثلث الهجوم او بالبوكس، خلينا نقول لاعب من أنصاف الفرص بالرأس يسجل لك أهداف، فبالتالي حتى وإن كان موجود ممكن يزعج لك المنظومة الدفاعية بتواجده ويعطي مساحات للمواس والقادمون من الخلف، لكن عدم لعبه يجب أن ينهي الدوري. يعني باقي لعبتين أو ثلاثة كان عدم، ممكن كان ينهي الدوري مع الشرطة سواء كلاعب أساسي أو بديل ممكن يحتاج الفريق. فبالتالي ما نعرف الظروف، أنا سمعت أنه راح للعلاج أو فحوصات في سبيتار بقطر، فبالتالي يعني ما نعرف، يجب أن مثلا المكتب الإعلامي الإخوان الموجودين بالشرطة يوضحون هذا الموضوع حتى لا يصير اللغط هنا وهناك وتوضيح، لأن ميمي بالتالي هو لاعب منتخب وطني يجب المحافظة عليه. الميناء يتعادل مع دهوك برباعي، يعني أنا أقول أجمل مباراة في هذا الدور، يعني أنت مباراة تشوف بها 8 أهداف، مباراة مفتوحة، ماكو ضغوطات عليهم، بعيدين عن الهبوط. يعني الميناء حقيقة يعني مع الكابتن حسن أحمد يعني فريق كان بدأ في بداية مع اللاعبين الشباب وقدر يستقطب لاعبين وقدر يسوي نتائج جيدة. الميناء يعني احنا نقول عليه فاكهة الدوري، يعني فريق مثل الميناء فريق جماهيري يمثل محافظة البصرة، فإن شاء الله نشوف فريق الميناء في الموسم القادم أفضل من ما كان عليه هذا الموسم، لأن الحقيقة رقم صعب في الدوري العراقي هو فريق الميناء. الميناء كابتن أحمد في هذا الموسم قدم أكثر من درس، ما أعتقد كان واحد متوقع أن الميناء سيستمر في الدوري. الكل كان يتوقع أن يخرج الميناء من قاع الترتيب في بداية الدوري، لكن تفاجئنا بالكتيبة اللي قدمها الكابتن حسن أحمد. صراحة لاعبين أنا أتوقع أنهم سيكونون نجوم للفرق الجماهيرية في المواسم القادمة، هذا يعني لا نختلف عليه اثنان، انه البصره هي ولاده للنجوم، ومحمد حسين محمد عبد الحسين هو مدرسه لتخريج النجوم وخصوصا نجوم البصره. فبالتالي الكتيبه اللي قدمها الكابتن حسن والنتائج اللي انا اعتبرها في ظل هذه الظروف اللي اكثر من رائعه تحسب الكابتن حسن واداره ايضا اداره الميناء اللي ظلت تدعم ايضا جمهور الميناء وايضا اللاعبين اللي قدموهم. فبالتالي صراحه النتائج اكثر من ممتازه. ديربي وزاره النفط، نفط البصره يفوز على نفط بغداد بهدف.
يعني حقيقه شوف هي هاي المباراه يعني لها طعم خاص، خاصه بيناتهم بين الادارات والهذا، تعرف انت تنافس تنافس. موقف البصره كان صعب، اي فعلا كان موقفهم صعب، يعني مثل ما تعرف يلعب مع فريق من الدوري الممتاز حتى يبقى بالدوري المحترفين. نديه بيناتهم دائما تكون مباراتهم نديه، لكن انا اشوف فريق النفط، النفط بغداد يعني في المباراه الاخيره فقد الكثير من النقاط، يعني ما اعرف شنو السبب. بدا بدايه جيده، كان في قريب دائما من المربع او فريق السادس في الدوري، لكن اشوف اخر المباريات ما ظهر في مستوى الحقيقي. بدي اسالك سؤال مو فني، انت مع تقليص عدد الانديه النفطيه في العراق اكثر من 17 نادي من وزاره واحده؟ طبعا اكيد ما، يعني تعرف انت هذه ترهق الوزاره وتعب الفرق الباقيه اللي في الوزاره. ممكن انت اليوم تسوي لك فريق او فريقين نموذجي نموذجي في فريق، او تستقطب افضل اللاعبين في كل الالعاب الدوري في كل الالعاب، بينما انت اليوم عندك كم 17 ولا واحد، ولو يزعلون علينا ترى اكثر. وين يروح، وين يروح الفريق اللي سوى دمج كابتن، وهذا التأسيس وهذا المقر وهذا النادي وهذا الموظف، شنو ذنب الناس؟ انا اقول يعني التخصص افضل. كابتن احمد احنا ليش من يعني احنا ليش ما نصير مثل البلدان الباطنه؟ صحيح يعني ليش هسه انت شوف لي شوف لي شوف لي وزاره النفط على هذا الدعم اللي جاي يروح لبعض الانديه اللي ما لها داعي مع احترامي. انطي لي انديه المحافظات بها جمهور، احسنت طي الناصريه مثل ما كان طي الديوانيه، احسنت طي الموصله، طي صلاح الدين، طي مجالس المحافظات والحكومه لازم ترعى. من يجيب ابو الديوانيه ابو السماوه اللي كانت اسامي قاعد ابو عجو دول التدريب الترتيب؟ اول ثلاث فرق من بغداد جماهيريه، الفرق الرابع الخامس السادس السابع كلهم محافظات، كلهم محافظات جماهيريه. هذا اللي نقوله، قوي انديه المحافظات. سعد علي تتذكر الدوري التسعينات طبعا كله محافظات، جيال الرمادي الموصل كل المباريات صعبه، ما ممكن انت تروح تروح المحافظه وانت ضامن النقاط. دوري كان يعني دوري جميل بسبب كثره المحافظات والفرق كلها جماهيريه، ماكو فريق محافظه ما يمتلك بس الملاعب كانت تعبانه. حظنا. شكرا جزيلا كابتن احمد، شكرا جزيلا كابتن صلاح، شكرا موصول لكم مشاهدينا، نلتقي غدا، السلام عليكم ورحمه الله.